تخيلوا معايا في غادي الطياره ديال الشنطه وانا كاين كيف اللي خدام الجبريل. الفيديو ديال المل هنا ان شاء الله الوصول الى الدعوه معاه. الله يديه في السلامه والله يجيبه في السلامه والله ينور الطريق ديالو لا اللي غادي معاه ولا كلشي. الله يرضي عليكم الله يحفظكم من الدعوه اللي معاه واللي يديها غادي اول مره غادي يهاجر. نضحك في وجوه الناس وانا مقطع بالمواش شافوني قالوا عايش الحياه وانا احلامي تفاتها. السلام عليكم خوتي خواتاتي كنتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. المهم شنو في هذا الفيديو خوتي شحال ما لحقت لكم برانك وشحال وانا صابر على قبل هذا الفيديو خوتي باش نصور لكم وما عرفتش خوتي شنو غنقول لكم نتوما والناس صحابي خوتي يعني حتى شي واحد ما كانش قارب لنا غادي لا بلاصه. المهم انا ما نقولش لكم تشوفوا خوتي البرانك اللي بغيت نقول لكم هو برانك غيكون ان شاء الله في الوالده. اي فوالا شنو نقول لكم ثاني نتسنى واحد الفيديو من ورا هذا نهار الاربعاء مع السبعه قد قد هو تولي فيه خوتي كل شيء. المهم تفرجوا في برانك باش تفهموا واش عرفوا بزاف الحوايج. ما تنساوش لايك سبسكرايب الله مهم خوتي هو حسن تفق من الوالد انا جالس مع عمر تاع عمي راهي جالسه خوتي ليه. المهم انا دابا غنحل الفاليزه غيجي حسن غنوض انا وياه اش هو الرياكت اصلا خوتي ديجا جامع حوايج حسن. ها تعال ها اش جاش خويا ديت لك السروال حسن هنا يا خويا الله يحفظك صافي كيفاش ديتي السروال تمنى ها السروال وطبي هاي انت الجبه درتي ديالي انت حاط ماشي ديالك هذيك تحط حسن انت الجبه درتي ديالي ديالك هذه صافي زكاس عاود ديت لك السروال والله ديتي مبلل تا غادي تخليني بلاش تريح داك تصور بها انايا وخلي عليا نصور بها شنو شنو لا حسن جيتي ما لقاش نتما والله خديتها ما لقاش ما لقاش تما فين كاين جاب هذا الضوء ماشي بحال هذا انا تعجبني هذه والله خديتها بلا السروالي حسن الله يحفظك اصاحبي زقط ولا والله ديتي هذا السروال صافي حسن طلع لي السروال هذا الشورت والله خديتي والله ديتي بالله ريح ايوا ما درتي شي حاجه انا ما عندي حوايج حسن حوايجك انا مالي انت حوايجك تمرين انا مالك مدي الماريو كامل وخلينا حسن انا غادي مسافر شنو في الغادي هسه غادي الاخر الدنيا تشوف فيها قلبي تاك انا ياس الاخر الدنيا راه هي الجنه ايوا تشمل هي الجنه حسن شنو في الغادي هسه تما شنو عارف اللي مسافر شنو بغا يحيد لي حوايجي لي حوايجي اش دار ليا اش دار باش بغا يخليني انا ندي الماريو كامل هذا ما عرفتش عارف الزقه ديالك ما عرفتش الزقه ديالك وهذه ديالي انا بغي ديالي الخويا ياخذ الزقه هو وانت اللي باغي نلقاك شوفي بزاف شوفي انا في الغالي دابا واحد ديال الحوايج تعسكت تعسكت تلداها لا ماما راه هي الله يسهل شحال مزال شحال مزال شحال مزال شحال لا ها هي هذه بالهنا راه حنا الخوان الوالدين اللي ما خليناش حسن شوف في الغالي حسن انا قلت شراو وما عندي ما نلبس انا شراو انا عامر لا انا هو اللي كنلبس الدنيا اللي كنلبس الاخرين صغار عليا طب هذا باش نبارك عليه ما نعرفش طيبه شوف انا الوالد انا شوف الغادي لا عارفاني في الغادي انا الوالد واش واش كيدير دابا صافي انا رد بالله على اللي درت بها على بسطه التمامه شريت ما بعتي كلب حيد والله الا رد بالله انت علاش غادي بالك ماما تما مات ما نصور بها تما فيديو واش ماما يا ماما شوفي ديالي يا ماما عندك جوج لا ولد جوج ما غاديمش لا ما غاديمش القاضي ما غاديمش ما غاديمش يا تمام ما غاديمش لا حشيم لا حشيم انا نقول خلي انا غاديش ما غاديمش ما غاديمش انا اخوك انا نقول لا حوايج يا ماما ودير حوايج ما حوايج مابقاش خوك راه صافي ودير حوايج شوف الغادي ماشي انا حسن انا حوايج يا ماما حوايج ماما وليدي ما بقى في خوك ودي لا خوك تواب وكرش وحده زعما خاصو معايا وخليني حوايج اش عارفني غادي غنطول شويه تما ليزا ها عينك حمرين وقال انت شنو مدي وقال داك بين ولا شحال مدي هاد بليزا كامل واه ماريك وفيك شك البيبان شحال انا تما دار لي اللي كنلبس انا في مع العباد دار لي اللي كنلبس دار لي يا خليني ساكت قبل ما نبقى داوي
تلقى حسن داك الشرطه مزخ خاسر الله يحفظك خليني معاك مزيان غادي حسن واش خاصو شوج دابا غتمشي يسلم عليا ويتفاهم معايا شنو كيدير لي باي حد حوايج وانا انت لا طاوي اهلا هو واش عليا قال لي حسن اجي غندير السروال ايوا واش فاهم واش فيها شي حاجه واش فيها شي حاجه واحد وانا ريم انت ما درتي على سروال انت راهي مع مرا فاك سراو وراه ماشي سروال واحد ومش حاجه انت راه غادي انت ما غاديش هكا ما غاديش شنو راه رايح الوالده ما غاديش يلاه شنو ما غاديش هاد الحوايج ماما صالح عليك سيدي ديك باريس ما غاديش كنتي عطيتهم كسيله الورقيه الوالده بيد الطياره شوف ما ريح وجهي ما هو وليدي راه كنتي كتخاف وليده بيد الطياره راه بلا ما نضحك معاها انت خوتك اللي ضربتني الركبه راه اللي ضربك هات لي بيد الطياره راه نبرد فيك شي وخديته هو اللي غادي وخليني مع السلامه بيد الطياره هات لي ما الوالده بيد الطياره صدقك وجهك انت راه غنجبد لك وجهك هات لي حوايج حط يدك بيد الطياره وصبر على الباب رايح الوالده انت اسكت انت اسكت شناهي حوايجي مع خويك وحوايجي وتسافت مع خويك ودويت معاه وحوايجي معاه شحال غنبقى باغي حوايجي لا دابا نوز باغي حوايجي واه يا ناري نوز باغي حوايجي واش نتوما خو والله انا نشرك واش انا نشرك ما تعرفش نشرك بالطياره ديالك ما تعرفش نشرك ولا بين الطياره باقي دوك ورقه نخرج الوالد اش خفتوني هاي ورقه حوايجي انت اللي حنا هاي دوك ورقه واش درتيني انايا؟ 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 واش ويلي انا ولد حرام عرفت كنت ضاغطني ولك ويلي ولك ويلي ولك ويلي بيد الطياره لاحظ بيك هذه حيت ضربتني على قبلك الوالد هو سكين بيد 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 ضربتيني انا ضربتيني انا على قبلك اكيد لي بعاني باش كندير فيك اكيد لي بعاني كيف تهضر والله يا حرام سي ولد الحرام والله شتو وقعت لاحظت الوالد الله يعطيك النور الوالد الله يحفظك رد لي الضربه اللي ضربت لا والله غير ضربتني حسن والله شتو وقعت ركبتي انا والله شتو وقعت كنت واقف على خويا تضربتك على هذه غتسلمي عليا وغنمشى الوالده كتضربي فيا وانت مازال ضارب على الشراوط سير الوالده سير خاص تسلمي عليا الوالده زعما وخاص توادعي معايا كتضربي فيا وقعتني والله شتو وقعتني الوالده نمشي لهنا ماما ناري ناري سي بعد مني الله يرحمك الوالدين الله مصدق مخسر مع الهضره انا بلاش نحكي لا سير حيدو بلا مصدق مخسر الهضره ديال حسين اصلا هرسي شنو هاو ديال حسن هرسي هاو اجي قولي قاتشو ما خوش والدة الدعاية معايا الوالدة شو ريدك حمار سبب قالت لي اخوشي مع الوالدة اخر برانك وانا قالت لي معايا اليوم والله ما نجيع لا اخر برانك ما زلت وليدي قال لي هذا زعما صافي خوشي لا ما زلت وليدي غادي نمشي خوشي الدعاية معنا الوالدة الله يسهل عليك والله خوشي غنركبوا مع عندنا الطيارة خوشي مع العشرة الصباح سير بلا مسكين الله يحفظك شو خوشي اش كيقول شو عندنا الطيارة خوشي مع العشرة الصباح انا وصلت حتى 10 د الليل الله يسهل عليك الطياره خوشي انا فكرت حسن اللي طيح لي الفكره ما كنتش ندير هذا برانك قال لي دابا انت غادي ما غاتشكش فيك يعني دير اخر برانك دابا غاتطير معايا تكون غادي الطياره عينيا بالكامل شفت الشنطه وانا كاين كيف في الاخر داير لك برانك شو خوشي والله المهم غيكون هذا هو اخر برانك بوم علاش زعما اخر برانك معاك الوالده لا صافي غنمشي باقي تزيد دير لي وديرو معايا مخزن قابل والله ما عرفتش شنو غنبقى تما الوالده حراتك بعدا عندي 3 شهور الاولى عاد شو انا نازل لا واوليدي ما صبرتش على لا واوليدي والله جلب لي عندي الفرقه غير الطياره غتفرقع ما يحرم مع هذا الوالده الله يفرقع عليك مع هذا كيقول تفرقع تضحكش معاه شنو قلت لك تفرقع ان شاء الله غادي تخيلي معايا تطلع الطياره ودير بوم واش الوالده
يلا شوفهم شحال هاي الوالدة ما تخليش ريشة على التليفون في الطيارة هو الوالدة اخر كلمه تقدر تقولها لي الوالده قبل حيت هذا هو النهار الاخر والله يحفظك ما تقولش كاع النهار الاخر ملي غتشوفيني في زعما الكلمه النهار زعما اللي غتشوف نشوفك ندير معاك ابي فيديو نشوفك لا زعما وعرف زعما دابا يعني شنو اخر كلمه قلت لي وانا حداك راه غاشي ابي فيديو الله يعاونك يلا الوالد لا واش اش عاجبك واش هي اخر كلمه الوالد هو باقي قلت لك خط على قدامي فقط حسن ما تنسى خط على ما ديتش شوف انا كنطق شو حاجه قلت لك خط على والله اسكت شوف يا الوالد والله ما غاش يلبم والله صافي قولي لي سيري سيري قولي لي انت مره قدامكم عمرني ما سخطت عليه الا عاود هاد المره قال بوم ولا طق ولا شي حاجه غندير فش يلا شروي يلا قولي يا الوالد اخر كلمه تقدر تقول لي اخر كلمه تقدر تقول لي اخر كلمه بعدين نبقى معايا غا بوحدي الله يسهل كذاب اخويا شوال عنده قريب على لا ما عنده والو يلا قول لي شوال مقبحني يلا قول لي الواد اخر كلمه تقدر تقول لي الله يسهل عليك الله ينور الطريق ديالك لا انت ولا اللي غادي الله يزوجك الله يسهل عليك الزواج الله يسهل عليك الله يزوجك الزواج ان شاء الله الله يسهل عليك الزواج اخويا الله يسهل عليك الله يسهل عليك الله يسهل اللي بغيت لك انا الطيارة ديال بوم صعبة مسخار ما خوشي سمحوا لي غيكون اخوتي الاخر الفيديو هو هذا اللي بغيت نقول لكم اخوتي تسناو الفيديو ديال المل هنا ان شاء الله الله يسهل عليكم الوصول الى الدعوة ليا معاه الله يديه في السلامة الله يجيبه في السلامة والله ينور الطريق ديالو لا اللي غادي معاه ولا كل شيء الله يرضي عليكم الله يحفظكم جميع الدعوة ليا معاه وليدي راه غادي أول مرة غادي يهاجر ويمشي يبقى لي غادي يهاجر غادي حارق ماشي حارق واخا غادي للبلاد اللي أنا مأمنة فيها وعارفة أختو فيها وعارفة الناس فيها وكاع زعما فين ما مشى عنده معاه ولكن اول مره غادي يخرج عيني طابوان المهم خوشي دعيو معايا غنخليكم اخوتي غتشوفوا الفيديو هذا ان شاء الله غيتلاح اثنين مع السبعه مسكر غتلاح اثنين مع السبعه وغتشوفوا الفيديو الاربعه خوشي مع السبعه وصل مسكر غتشوفوا الفيديو الاربعه وصل المطار دبي خوشي هادشي الا وصلنا ان شاء الله للدعوه معايا خوشي غنخليك حسن حسن. لا ما وتت في علي في الخير راه تتا غادي راه غادي ديك حاجه راه غنقولها لك يا رب الطياره ما تديش بوم اش دير ما تجي مالو سايقه حتى سايقه في الكراتيشير خوشي مام استناو خوشي فيديو نهار الاربعاء من ورا هذا ان شاء الله ديال باش نوصل دبي مع السبعه قد الاربعاء ان شاء الله شي وصلنا دعوا معنا الله يسهل عليك تهلاو يا خوشي امين يا رب الله يعالجه مع وليدي الله يسهل ما خلاناش نسكر حسن يلا سير الوليد صافي غادي ندعي معاك دابا اخويا من خاطر سير اخويا تخيلوا معايا قسما بالله خوشي شحال من واحد غيشوف هذا الفيديو والله ما قيل لشي وحدين من صحابي ما قيلاش لهم يعني شي غيشوفوا هذا الفيديو والله ما قيل بزاف ديال الناس سمحوا لي خوشي الناس اللي ما قيلاش لهم سمحوا لي انا بغيت ندير لهم مفاجاه ودرت لهم جوج مفاجاه خوشي بغيت نقول انا شهر خوشي ما لحقتش صابع على قبل هذا الفيديو يعني كشلوح خوشي عاد تسناو الفيديو ديال ان شاء الله من المطار لكازا دبي خوشي غنلوكو لكم تما وسناو خوشي نهار الاربعاء ان شاء الله مع السبعه امين يا امين خوشي الله يلا منيش الله يلا منيش راه الله يسخط عليه الا قال شي كلمه خايبه صافي صافي يلا خوشي ما تسوش يلا معايا خوشي صافي ما ديرهاش راه صوت البيلوت ماشي انت صافي يلا مو خوشي شدعوا يا ويوسكم سناو خوشي فيديو ديال المطار غنشوف معايا الوالده خوشي يلا الله يوسكم خير ان شاء الله يا خوشي بريوسكم باي باي